أسعدتم بالخير مساء أيها الأحبة الكرام والمتابعين، تحية رياضية طيبة تليق بالجمهور الرياضي اليمني العريق الوفي الصادق المحب والمخلص للمنتخبات الوطنية. والله يا جماعة الخير أرجوكم، الوضع الذي يعيشه اللاعبين لا ننتقدهم حينما لا يقدموا نتائج طيبة، المشكلة هي إدارية بامتياز. لدينا كوادر، لدينا لاعبين، ولكن هم بحاجة لمن يهتم بهم، يرعاهم، يحتضنهم، يكرمهم، يؤهلهم، ينمي قدراتهم ومواهبهم، يقدم لهم كل ما يحتاجوه حتى يستطيعوا يقدموا لنا بكل عطاء وسخاء ما لديهم من إمكانيات ومهارات وإبداعات من أجل تشريف المنتخب والمنتخبات بشكل عام الوطنية اليمنية. اليوم حديثنا حول المنتخب الأولمبي الذي يعسكر في محافظة المهرة خلال هذه الأيام، وكم يا أخبار يعني واجهت الجهازين الفني والإداري من أجل إقامة هذا المعسكر. لا أطيل عليكم، نذهب لمتابعة هذه التفاصيل. يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليومية بقيادة المدرب الوطني الكابتن أمين السنيني ومساعده أنور عاشور ومدرب الحراس سعيد نعوم، وذلك على ملعب الشهيد مخبال بمدينة الغيضة في محافظة المهرة. التمارين المكثفة التي يجريها الجهاز الفني على فترتين صباحية ومسائية للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية المطلوبة قبل المغادرة إلى المملكة العربية السعودية منتصف الشهر القادم للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاما، وهي محطة إعدادية للتصفيات الآسيوية الأولمبية لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانب اليمن قطر المستضيفة وسوريا وسريلانكا منتصف أكتوبر القادم. ويعول الجهاز الفني للمنتخب على عامل الوقت والحماس والعزيمة والإصرار للاعبي المنتخب. بينما تبذل البعثة الإدارية برئاسة عضو اتحاد الكرة الأستاذ عبد الوهاب ومعه مدير المنتخب الخلوق حسن جبران وإداري المنتخب محمد علي القدسي قصارى جهدها لتوفير كل أساسيات واحتياجات ومتطلبات المنتخب وتسهيل أي عراقيل إن وجدت داخل مقر الإقامة أو خارجه، والعمل على تنفيذ البرنامج المقدم من الجهاز الفني للمنتخب. وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي قد استبعد 9 لاعبين كمرحلة أولى من أجل الوصول إلى القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعبا، وإليكم بعض لقطات ما يدور في المعسكر. المعسكر يسوده الحب والانسجام بين الإداريين والجهاز الفني واللاعبين، والانضباط هو العنوان الأبرز للمعسكر، ويسير وفق ما هو مخطط له من قبل الجهاز الفني الوطني تحت قيادة المدرب الكابتن أمين السنيني ومساعده أنور عاشور. جماهير محافظة المهرة الوفية والتي تحضر لمتابعة تدريبات المنتخب بشكل يومي معبرة عن فرحتها وسعادتها بوجود المنتخب بين أهلهم في هذه المحافظة الأبية. إذا استمر المعسكر بهذا الانضباط والحيوية والانسجام فهذا يدعو للتفاؤل بأن القادم أفضل في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا الحبيبة. وفي ظل هذا الوضع العصيب لابد أن نقدم رسالة شكر للكابتن أمين السنيني صاحب البطولات الكبيرة وأيضا العريضة وتاريخه المشرف مع المنتخبات الوطنية. إذن مشاهدينا الكرام، هذه المعلومات بكل تفاصيلها التي وردت إلينا فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الأولمبي في المهرة، ونعود إلى الاستوديو. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كل التفاصيل المتوفرة حاليا لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي الذي يعسكر حاليا في المهرة بقيادة الكابتن أمين السنيني، وكل التوفيق للكابتن أمين السنيني ولاعبين المنتخب الذين سيتم اختيارهم في التشكيلة القادمة. وحتى أراكم في فيديوهات أخرى. هذه تحياتي علي حميد الأهدل، أراكم بخير وإلى اللقاء.